اللي هي الفيرسز اوف سيمبلز. ده 4 ناقوس بتتقال في شعر الكهف. زي ما انتم عارفين شعر الكهف 4 ناقوس بتتقال على الطريقه السنوي الطريقه العاديه. اوكي الطريقه دي الطريقه السنوي ماشي، مش فرايح ولا اي حاجه، طريقه عاديه. اوكي فالترتيب كالتالي، بعد ما نقول الارباع بتاعت العذراء شيرين ماريا، وبعد ما نقول بتاع الملاك ميخائيل هنقول بتاعت الملاك جبريال. ليه بنقول بتاعت الملاك؟ عشان الملاك جبريال هو الايه؟ المبشر للعذراء، هو اللي جه البشر العذراء بالميلاد سيد المسيح وكده. وبعد ما نقول بتاعت الملاك جبريال هنقول بتاعت السمائيين، اللي هي بتاعت النيشروبيم نيسيرافيم اللي هم السمائيين كلهم اللي هم الهولي اوردرز كلهم. اوكي وبعد ما نقول بتاعت السمائيين هنقول بتاعت يوحنا المعمدان. دي موجوده في السنه؟ دي موجوده برضه، يعني بتاعت يوحنا المعمدان كده موجوده في الطريقه العاديه السنوي، بس بتاعت الملاك غبريال دي مش موجوده، دي اللي هتتزود بعد الملاك ميخائيل. تمام. وبعد بتاعت الشيروبيم موجوده يعني. وبعد ما بتاعت يوحنا المعمدان بقى نكمل بقى بتاعت الرسل وماري مرقس والشهداء والكلام ده. ماشي ما بقول after the verse of Archangel Michael the following to be said اللي هي بتاعت غبريل، يعني بعد ما نقول ميخائيل بتاعت الملاك ميخائيل هنقول بتاعت الملاك غبريل، وبعد الملاك غبريل هنقول بتاعت السمائيين كلهم، بعد كده بتاعت يوحنا المعمدان، بعد كده الرسل and so on. اوكي احنا خدناهم قبل كده، بتاعت الملاك غبريل دي احنا خدناها في الميلاد، لما خدنا 4 ناقوس بتاعت الميلاد. بعد ما نخلص الأربعة الفرايحي بنقلب دمك في ال بنقول الربع بتاع الملك بتاع الملك غبي ده بنقوله دمك، فاحنا خدناها قبل كده. وربع وخميس وجمعة حاجة، خميس وجمعة وسبت المقدمة والحد. ايوه هو الواتس والقدام وكده. يا تمام. فا ايه الأربعة ناقوس بتاعت كيهك سنوي بتتقال بالطريقة العادية اللي احنا عارفينها. تمام؟ اوكي. فدلوقتي هناخد الربع، هقول كده الربع بتاع الملاك جبريل، انا متاكد انتوا عارفينه وسمعتوه قبل كده، فيبقى سهل. وكمان الهزات موجوده، هو ما فيش هزات، هو نغمه كده يعني فيها دمج شويه، فيها نغمه بسيطه كده يعني سهله مش صعبه. شير غابريل بنشت نارشي اجلو شير طبيش النوبي ماريا تيبارسينوس. شفت ازاي؟ اوكي. فبنقول الجزء الاولاني لغايه ايه؟ انجيلوس. انجيلوس. يلا 1 2 3 شير غابريل بنشت نارش انجيلوس. جميل. تاني 1 2 3 شير شيرف ايه طب هيش النوفي، كله خطف 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 كده. شيرف ايه طب هيش النوفي، يلا مع بعض. شيرف ايه طب هيش النوفي اماريتي بارسينوس. تاني شيرف ايه طب هيش النوفي اماريتي بارسينوس. نيجي بقى من عند اماريا بسلو داون. شيرف ايه طب هيش النوفي اماريتي بارسينوس. تمام؟ اوكي بنجيب بقى كلها على بعضها كده. يلا نقول شيري غابريل. يلا رامي معانا. 1 2 3 شيري غابريل بنشت نارشي اجلو شيري طهيش النوبي اماريتي بارسينوس. تمام؟ يلا اخر مره عشان ايه ناخد تحت يوحنا المعمدان. يلا 1 2 3 شير غابريل بنشت نارشي اجلو شير طهيش النوبي اماريتي بارسينوس. جميل. اوكي بتاعت ايه يوحنا المعمدان؟ شير يو اني از بنشتي
شربئو وببس جنيس إن إمانوئيل. عارفينها طبعا. تاني نجرب مع بعض يلا. شريو تعالوا دلوقتي نقول بقى نقول شيريني ماريا بتشرون باسم يسوس وشيريني ماريا خن وشيري فؤاد وشيري ميخائيل بعد كده هنقول شيري غابرييل اللي احنا خدناها تمام وهنقول بعد كده ايه شيريني شيروبيم بعد كده ايه شيري يوانس يا بس هنبتدي نقول شيريني ماريا المقدمه دي على حسب انت هتقول ال ادام ولا واطس اوكي فاهم يلا بنقول شيريني ماريا اوكي يلا شباب يلا فرونيكا معاكي يلا 1 يلا شباب الورد 1 2 3 شيريني ماري اياتي شيرون بي اسنسو سي تسمي سي ناهم ابن نوتي بيروس شيريني ونقول بتاعت ايه؟ ماري مرقس والشهداء وكده. Alright؟